فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري مع طرح 30% من أسهمه للبيع وتأهيله لدخول بورصة الجزائر، إجراء سيمكن المواطنين والمؤسسات الجزائرية من الإسهام في تجسيد الحوكمة المالية. المدير العام لهذه المؤسسة البنكية أول زبون يقوم بالاكتتاب لاقتناء أسهم على مستوى وكالة الجزائر العاصمة. ارتأيت أن أكون أول من يكتتب في هذه العملية اليوم في 30 جانفي أو اليوم، وهذه العملية راح تكون في عبر كل التراب الوطني في كل وكالة القرض الشعبي الجزائري، وعندنا 1700 وكالة أو شباك لبيع هذه الأسهم. هذه شبابيك، هي شبابيك تاع النقابة اللي تكونت من أجل بيع الأسهم. النقابة متكونة من البنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، عندنا البنك الجزائري للتنمية الريفية، البنك التنمية المحلية، عندنا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وايضا القرض الشعبي الجزائري، عندنا بنك اخر وهو بنك سوسيتي جينيرال، ومكتب للاستثمار اللي هو مكتب تيل ماركتس. العملية الرائدة في تاريخ المنظومة المالية الجزائرية، سبقتها حملة تحسيس وطنية شملت المتعاملين الاقتصاديين وزبائن القرض الشعبي الجزائري. البنك الذي سبق له أن دخل منذ سنوات في مسار العصرنة من خلال إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية ورقمنة المعاملات التجارية، يواصل الانفتاح على الزبائن ويدعوهم للاندماج في مسعى النجاعة المالية. المواطنين اللي يحبوا يكتتبوا عندهم إمكانية الاكتتاب عبر منصة إلكترونية اللي تسمح لهم يديروا لابري سوسكريبسيون. السعر كانت القيمة المحددة للبنك كانت 2561 دينار للسهم الواحد. الدولة قررت أن يكون تخفيض على هذا السعر ب 261 دينار جزائري. إذن المكتتب راح يربح في أول عملية تاعو، راح يربح 261 دينار جزائري. هو إذن أول بنك ستتداول أسهمه في بورصة الجزائر، ليشكل مرحلة فاصلة في تاريخ النظام المصرفي الجزائري، مرحلة تعكس الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لإصلاحات وعصرنة السوق المالية ببلادنا.